السفلي للمنزل. هذا واحد البيت من فوق عندي وهذا الوجه هذه بغي نعملها بحال البيوت ديال الطلبة في مدينة فاس. لبس البيت الخدمة. هذا هو البيت الخدمة ديالي. وعلى فكرة ملي مجيت نبدأ يعني العمل ديالي هنايا في المنزل في الأخر ديال 1992 كنت جبت هذه الكتب معايا من بريطانيا، وهذه الفكرة اللي بريطانيا عندنا اسمها دي اي واي دو ات يور سيلف. هذه كيقول لك لنا كيفاش تعمل الحاجات لراسك، ولكن ملي جيت يعني لهنا باش نطبق هذه الأعمال هذه لقيت المواد يعني ما كايناش يعني اللي يمكن لي تطلق منها. كاين بزاف ديال الماتيريال هنا ماشي موجود هنا في المغرب فما قدرتش. واش عملت ديك الساعات؟ حاولت يعني نتأقلم مع العمل اللي كيتعمل هنا مثلا هنا في المغرب بالطريقة ديال البني التقليدي وكذا، وطولته باش نحاول يعني ننجز هذا العمل هذا اللي كتشوفوا فني عملته. هادو عدة الآليات اللي كنستعمل هنا يعني في الخدمة كما كتشوفوا. الزخرفة اللي مية مجموعة هادي في الحقيقة هي واحد الإبداع صغير خديته من اللي حنا كنسميو فلورا كنبلو في السقوف. خديت نص ديالها وحفرت الجهة هذه ومكان الألوان هذه وجزتها هنايا حتى هي عطات واحد